المصالحة حقيقة أو الصلح بين الناس لا شك أنه مشروع من الناحية الشرعية، ولكنه شيخ عبد الله يأخذ لعله الأحكام التكليفية الخمسة، خصوصا إذا تعلق أو مس الأمر أحد الكليات الخمس وهي الدين أو النفس أو العقل أو المال أو العرض، قد ينتقل الصلح هنا إلى حالة ماذا؟ إلى حالة الوجوب الكامل، أو قد يكون حرام إذا كان فيه ضياع للحقوق. هذا ابتداء، ولعلني أذكر خصوصا ونحن يعني على إقبال من شهر الرحمة حديث أم الدرداء عن أبي الدرداء، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في أبي داود: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصوم والصدقة والصلاة؟ قالوا: بلى. فقال: إصلاح ذات البين، وهي كذلك قال ذات البين وهي الحالقة، وحذر من قطيعة الرحم، خصوصا يعني لما يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم على أعظم ثلاث عبادات وهي الصوم، والله والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إلا الصيام فهو لي كما في الحديث القدسي وأنا أجزي به، وكذلك الصلاة وهي أول ما يحاسب بها العبد، ثم الصدقة وهي التي تطفي غضب الرحمن. تأتي هنا قضية الإصلاح ذات البين. أما بالنسبة لما تفضلت فيه من السؤال، المنطلقات اللي تتوخى حقيقة في عملية المصالحة والعدالة الانتقالية إلى غير ذلك من هذه الأمور، هي رد الحقوق إلى أهلها. هذا يعني من القواعد العامة في هذه المصالح في تطبيق المصالحة. كذلك استشفاء الحقوق، لأنها من وقع عليه الغبن أو الظلم أو الجور، لا شك عندما يتم أخذ الحق منه يعني هذا يستشفي حقه، ونحن حقيقة مأمورون. هذا يدخل في باب الأمر بالقسط، لا شك في ذلك أن المصالحة هي نوع من أمر بالقسط، وهي كذلك لا ننسى شيخ عبد الله هي جزء من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني في هذه الجزئية. إن تسمح لي شيخ عبد الله حقيقة أود أن أعطي ألفية لمسار العملية المصالحة في ليبيا والعدالة الانتقالية. تقريبا بدأ الحديث أذكر في بداية شهر 10 وقبل ذلك، لأن الإعلان إحنا كما لا يخفى كان في 23 10 أكتوبر 2011 بدأ الحديث عن التحرير. إعلان التحرير، نعم. بدأ الحديث عن المصالحة الوطنية. جاءت حكومة الكيب، لو ننظر في التشكيل الوزاري لديوان حكومة الكيب بالقرار 74 لسنة 2012 في تشكيل ديوان مجلس الوزراء، جعل هناك شخص منوط له وكيل شؤون المجتمع، وكان اللي يشغل هذا المنصب هو الأستاذ الهادي الغرياني. تحت هذا الوكيل جعل مكتب اسمه مكتب المصالحة الوطنية. أنا أعطيك التدرجات. ثم بدأ عملية محاولة إدخال العدالة الانتقالية والمصالحة داخل أجندات الدولة الليبية ما بعد الثورة. في حكومة زيدان مع صلاح المرغني قدم حقيقة آلية ووضع خطة، وأنا ناقشت لعل في هذا الأمر لمدة 15 شهر، من الأهداف اللي وضعها هي العدالة الانتقالية ومواكبة المصالحات الوطنية ورد المظالم. كذلك توج الموضوع فيما يتعلق بالمصالحة الوطنية، أنا أتكلم من ناحية التاريخية السردية الوصفية، بقانون العدالة الانتقالية اللي رقم 17 ل2018 بما يعرف بشان إرساق وعد المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، والتي بناء عليها تشكلت هيئة تقصي الحقائق والمصالحة، والتي تم تشكيل هيئة يرأسها الأستاذ حسين المستشار أو القاضي حسين مختار البعيشي وحسين صالح اليسيري، واللي أتمنى إذا هم يصل إليهم هذا الأثير أن يتم التواصل معنا للإدلاء، لأن حقيقة في عندما خرج هذا القانون بعدها بشهور تواصلت مع المستشار حسن مختار البعيشي وذكر لي بأنه لم يتم تسليم لهم أي ملف أو أي شيء يتعلق بهذا الأمر. نرجع إلى النقطة اللي ذكر عليها الأستاذ إسام الزبير، وهي العودة إلى المربع الأول. نحن لا نعاني من التشريعات حقيقة، ولا نعاني من التنظير، ولا نعاني من المؤتمرات التي بدأت بمؤتمر الزاوية ثم مصراتة ثم زليطن المؤتمر الكبير وآخرها في نالوت، ولكن نسمع جعجعة ولا نرى طحنا. يعني نسمع بأشياء تقال وأفكار وأطروحات، ولكن من الناحية التطبيقية العملية ممكن أشار لها الأستاذ الزبير من التحفظ. نعم. طيب نعود.